أهلا بكم مشاهدينا الكرام لهذا اللقاء المتجدد يوميا على شاشة أونلايف. اقتصاديا، فيه التقى وزير البترول طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز الإماراتية باتريك ألمان والوفد المرافق له. بحث اللقاء موقف مشروعات الشركة في مصر في مجال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بدلتا النيل الأرضية. وأكد الملا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع المستثمرين والشركاء الأجانب لتنمية الموارد الغازية في دلتا النيل الأرضية واستغلالها عبر تشجيع جهود الشركات العالمية العاملة في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية في مناطق جديدة بالدلتا لجذب استثمارات جديدة. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة حريصة على تنمية أعمالها في مصر التي تعد مركزا مهما لاستثماراتها في الشرق الأوسط. وقع كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت محمد وقعا بروتوكول تعاون بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين. وقالت الوزيرة إن البروتوكول يستهدف أيضا تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثا واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك امتدادا لما تعمل عليه الوزارة نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على توفير التمويل اللازم لإجراء المسح الخاص بدراسة أوضاع المشاكل وتحديات الشركات الناشئة حديثا. من جانبه أوضح اللواء خيرت بركات أن الجهاز المركزي سيقوم بالأعمال الميدانية لإجراء المسح ليشمل نحو 18,700 شركة تم تأسيسها بمراكز خدمات المستثمرين من يناير حتى ديسمبر 2017. بتنضم إلينا من دبي الدكتورة غادة عامر رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وحديث أكثر طبعا عن هذا البروتوكول. أهلا بك دكتورة غادة إلى هذه النشرة وشاشة أونلايف. بداية، ما أهمية مثل هذا البروتوكول لكم؟ اولا صباح الخير، وان شاء الله يعني بيكون قرار يعني جديد من القرارات اللي احنا بنشوفها، تغير نوعي في دعم رياده الاعمال والابتكار في مصر. اهميه القرار دوت ان الفتره اللي فاتت كانت الشركات الناشئه بتقابل معوقات كبيره جدا ومشاكل، وكانت بتخلي بعض المستثمرين سواء المصريين او العرب لما بيجوا مصر ما بيحبوش يكملوا لان هم مش لاقيين حل المشاكل اللي بيقابلوها. ممكن تكون مشاكل صغيره وسهل جدا تجاوزها، واحيانا بتبقى مشاكل كبيره ومحتاجه تدخل القيادات. اللي حصل دلوقتي ان بوجود بيانات احصاءات واضحه للمشاكل، وخاصه هياخد مسحه على السنه الاخيره، يعني هيبقى في حاجات اب تو ديت هيشتغل عليها، هيعرف كل المشاكل اللي بتقابل الشركات الناشئه ويتم معالجتها. ده في حد ذاته تغير نوعي. صحيح في الاول مش هيوصل اعتقد النسبه المطلوبه بسرعه، لكن احنا ماشيين في الطريق الصحيح ان احنا نقدر نجمع اكبر داتا للمشاكل اللي بتواجه الشركات الناشئه في مصر. نعم. زي ما حضرتك عارفه ان بعض المستثمرين الصغيرين ما بيبقاش عندهم خبره، او اصحاب الشركات الناشئه ما بيبقاش عندهم خبره بكل الاجراءات اللي بتتم، فكان زمان بيبقى بيلف كعب داير عشان يخلص الاجراءات دي. الفتره اللي فاتت وزاره الاستثمار عملت حاجه جميله جدا، عملت مبنى كامل ومبنى مجهز يوفر كل الاحتياجات للشركات الناشئه في مكان واحد. دلوقتي كمان لما انا اكون صاحب شركه فكره رياديه او صاحب شركه واقدر اعمل اعرف البيانات الموجوده في مصر عن الشركات الناشئه الاخرى في مجالي، او الاماكن مثلا انا عندي شركه مثلا شغاله في مجال التكنولوجيا المعلومات، محتاجه حد بتاع ديزاين شغال فيها شركه ستارت اب، او محتاجه حد تاني، هقدر عن طريق المعلومات دي اعرف الفرص الموجوده في مصر واستغلها واربطها. طيب، بجانب هذه الخريطه او قاعده البيانات دكتوره غاده، حضرتك ذكرتي اكثر من مره المعوقات، الصعوبات، مثل ماذا؟ يعني هل يمكن ان توضحي لنا اكثر ما الذي سيلعب عليها او سيتعامل معه هذا البروتوكول؟ المعوقات اللي بتقابل مثلا بعض الشركات الناشئه في مصر ان انا الاجراءات القانونيه لانشاء الشركه بتاخد وقت كبير جدا، وما بتبقاش انت عارفه تروحي لمين، يعني مثلا يروح الشاب لمكان محدد ما بقاش عارف المكان اللي يروح. فالبيانات دي هتحدد المشاكل القانونيه اللي بتقابل الشركات الناشئه في مصر مثلا، وتبدا تشتغل عليها انها تحلها وتخليها في مكان واحد. توفير الفند او توفير التمويل، توفير الريسورسز او المواد الاوليه، هتبقى معروف فين المواد الاوليه اللي ممكن يشتغل عليها، القطاعات اللي ليها اختصاص ذات الاختصاص، يعني بنشأ شركه ناشئه عايزه اروح لجهه محدده ابقى انا عارفه عن طريق البيانات دي مين الجهات اللي ذات اختصاص ممكن اتعامل معاهم مباشره، ما ابقاش بايخه اروح للمكان ده. كمان ربط الشباب مع بعضهم،
عمل زي لما تعملي قاعده بيانات تقدري تعملي منصه كامله لكل رواد الاعمال في مصر، فكل واحد يعرف مين شغال في ايه، فابدا بحاجه جديده ما عادش واكرر ويبدا الامور تزيد وتعيد في الموضوع. كمان المعوقات اللي كانت بتقابل بعض الرجال للاعمال او الشركات الناشئه في مصر ان انا ما عنديش بيانات مثلا خاصه بعدد السكان في منطقه ما، ما عنديش بيانات خاصه في بعض مثلا توفر الكهرباء او توفر الميه في المكان اللي هفتح فيه مصنعي او هفتح فيه شركتي. السوق، وضع السوق عامل ايه دلوقتي؟ هقدر عن طريق وضع السوق اعرف عن طريق قاعده البيانات دي اعرف وضع السوق الحقيقي وابدا اشتغل عليه. فطبعا ده هيتوفر وهياخد يعني خطوات كبيره في اتجاه ان الشركه تستمر وتنجح. عظيم. كمان هيبقى واضح. اتفضلي يا فندم. عظيم. هذا البروتوكول خصيصا للمستثمرين المحليين، هل بتختلف ظروف او مشاكل المستثمرين المحليين عن الاجانب؟ لا، هو الاثنين لما بيجوا مصر في الاول بيواجهوا نفس المشاكل، يعني هي كانت زمان نفس المشاكل اللي هي بتقابلهم في انشاء الشركه، اللي هي الاجراءات اللي مش واضحه، ان عمليه التسجيل بتاخد وقت كبير جدا، الطوابير، القصه دي كان عند نفس يعني المستثمرين المحليين نفس اللي كانوا خارجيين. فاعتقد ان هي قاعده البيانات دي هتفيد اي حد هيشتغل في الاستثمار داخل مصر سواء بقى اجنبي او غير اجنبي او مصري. كمان الموضوع اللي هيبقى جديد في الموضوع ان هتبقى في عمليه بحث واضحه حقيقيه، يعني وزاره الاستثمار مع هيئه الاحصاء قالت ان هي هتعمل بحث حقيقي، يعني هتعرف مشاكل حقيقيه ان احنا ممكن نجيب مشاكل خارجيه ونحاول نعالجها غير تماما المشاكل اللي احنا بنقابلها في مصر. احنا عندنا مشاكل كتير جدا خاصه ليها وضع خاص في مصر، من امثلتها مثلا ان احنا عندنا شويه البيروقراطيه اللي كانت موجوده قبل كده. نعم. يعني حينما نتحدث عن الاستثمار معروف طبعا وزاره الاستثمار مختصه طبعا بهذا الملف، ولكن هنا في البروتوكول المركز او الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، هل هو دوره فقط مسح كما ذكرتي وذكر الخبر دكتوره غاده ام ان له دور اخر؟ هو جهاز الاحصاء اساسا مفروض ان هو مش بس دوره ان هو بيعمل مسح، ولكن هو كمان بيقدم بيانات اب تو ديت، يعني مسح مش مره وبينتهي، لا مفروض المعلومات دي متوفره بشكل دوري بشكل حديث تفيد متخذ القرار في جميع القطاعات وليس في الاستثمار فقط، انه يكون القرار مبني على بيانات صحيحه وبيانات جديده عشان تكون دايما مواتيه للقرار اللي يتم اتخاذه. هيئه الاستثمار بتقدم على فكره في كل الجهات، حتى عندنا في القطاعات الجامعيه او قطاعات التكنولوجيا او الابتكار، الامور اللي ممكن تساعدك ان انت تفكري بشكل ابتكاري بشكل صحيح، لان هي بتقدم لك المعلومات محدده بشكل جديد بشكل واقعي على الواقع المصري. كيف هذا سيصب في ما وصفوا البروتوكول بانه متابعه موقف الشركات الناشئه حديثا؟ يعني كيف ستتابع الموقف بخصوص الشركات الناشئه هنا؟ ما معنى هذه العباره؟ ان هو مطلوب دلوقتي ان طبعا حسب الاتفاقيه ان هيتم عمل مسح واقعي للشركات اللي انشئت، اللي هي ال 18900 شركه اللي انشئوا من يناير 2017 18700 شركه هيتم مراجعتهم عن طريق باحثين هيراجعوا كل المشاكل اللي قابلت الشباب دول او المستثمرين المصريين اللي تم انشاء الشركات في الفتره دي بشكل واقعي، وهيتم كتابتها وجدولتها بشكل ان كل مشكله ممكن يكون الحل ايه، يعني هو هيتم عمل مسح للمشاكل وكمان تقديم الحلول المقترحه من قبل اصحاب الشركات الناشئه، يعني واحد قابل مشكله بعد كده هيتم فرزها وتقديمها في حلول منطقيه ان شاء الله قابله للتنفيذ وزاره الاستثمار. لماذا 2017 فقط؟ انا اعتقادي ان دي المفروض انها تتاخد على احدث حاجه، لكن هو يمكن عشان كمان الحاجتين ممكن يكون التمويل يعني يكفي سنه واحده اللي هو تمويل وزاره الاستثمار، وكمان الحاجه الثانيه عشان ياخد احدث بيانات تمت في الفتره الاخيره، لان طبعا قبل كده ما كانش في خدمات مقدمه، يعني في 2017 وزاره الاستثمار غيرت خدماتها جدا وقدمت خدمات احدث، والخدمات دي قدمت تسهيلات جميله للشباب، يعني انها تسهيلات تساعدهم على انشاء الشركات الناشئه. فهياخد بعد التحديث اللي تم في وزاره الاستثمار في 2017 بالاضافه ان دي هي الحاجات بعد الواقع المصري الجديد اللي تم من تحسينات في قطاع الاستثمار داخل مصر. هل هذا البروتوكول دكتورة غدا بيعتبر يعني إحدى آليات تطبيق قانون الاستثمار في مصر؟ يعني آلية مساعدة، آلية مفعلة على الأرض، هل نستطيع قول ذلك؟ هو آلية مساعدة وتغيير نوعي في طريقة دعم الشركات وريادة الأعمال في مصر. احنا كانت مشكلتنا في مصر ان احنا ما كانش عندنا النظام البيئي او الايكو سيستم اللي يضمن ان تطلع رياده الاعمال او الفكره او الابتكار الى السوق،
دلوقتي لما اصبحت وزاره الاستثمار بتربط جميع قطاعات الدوله، حتى هيئه الاحصاء، حتى البيانات، انها تراجع كل خطوه بتتم ويتم مراجعتها بشكل صحيح، وتوفير البيانات لرجال الاعمال، وتوفير الاماكن اللي فيها السوق، وتوفير المشاكل اللي بتقابل الناس وكيفيه حلها، فده تغير نوعي. وانا ان شاء الله بقول لحضرتك ان الفتره الجايه مصر هتشهد نقله نوعيه في مجال رياده الاعمال والابتكار، لان احنا بدانا نقفل الفجوات اللي كانت مفتوحه، اللي كانت دايما بيقف عندها الشركه ما بتكملش نتيجه المعوقات اللي كانت بتقابلها. أها. هنا يعني حينما نذكر كلمة الشركات الناشئة، وكان في ليها ذكر في مؤتمر الشباب قبل رمضان يعني مباشرة، فكرة هل هنا بنتحدث عن الستارت أبس أم شركات ناشئة من نوع آخر أم مشروعات صغيرة ومتوسطة؟ نحن هنا بنتحدث عن ماذا تحديدا؟ لأن كل مسمى من هذه المسميات له تعريف معين يعني أو مختلف. هي الوزاره فاتحه لجميع الشركات الناشئه، سواء انت بتعملي رياده اعمال وبتقدمي منتج جديد فيه ابتكار، او ان انت بتعملي استخدام للمنتجات المصريه لمنتج موجود دولي. طبعا هنا زي ما حضرتك اتفضلتي، الشركات الناشئه اللي هي ممكن يكون او الصغير او المتناهيه الصغر، الشركات اللي هي بتبقى عدد راس مالها صغير وعدد الافراد اللي شغالين فيها صغيرين، ولكنها بتفتح السوق لفرص عمل جديده ونوعيه. نعم. هنا القرار دوت هيطبق على كل الشركات اللي سجلت، الناشئه اللي سجلت من يناير 2017 لديسمبر 2017. كل الشركات اللي انشئت واللي كان حجمها صغيره ومتوسطه هيشتغل عليها البروتوكول هذا. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا من دبي، كنت معنا الدكتوره غاده عامر رئيس المؤسسه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، كنت معنا عبر الهاتف طبعا، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على دراسة الطلبات المقدمة من بعض المواطنين بتوفير وحدات سكنية بعمارات مشروع الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار في مدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج. وأكد مدبولي أن نظام الإيجار سيكون فقط للحالات العاجلة والملحة في حال انطباق الشروط على تلك الحالات، بشرط وجود فائض في الوحدات، مع اعتبار هذه الموافقة قاعدة عامة للعمل بها مع الحالات المماثلة التي ليس لديها القدرة المالية على سداد مقدم حجز الوحدات بنظام التمليك. وأضاف الوزير أنه قد تمت الموافقة على قبول التبرعات والهبات والإعانات والوصايا لتوفير التمويل اللازم لتخصيص وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للحالات الملحة والعاجلة، مع اتخاذ اللازم لفتح حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري. وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة 11 للجنة الوزارية المصرية الروسية المشتركة، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة. جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة التي عقدت بالعاصمة الروسية موسكو على مدار 3 أيام، وترأسها عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة طارق قبيل، وعن الجانب الروسي وزير التجارة والصناعة دينيس مانتروف. اتفق الجانبان على إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلا عن تحديد الآليات التي يتم من خلالها تفعيل التعاون الصناعي.
وفيما له صلة شهد وزير التجارة والصناعة طارق قبيل ونظيره الروسي دينيس مانتروف توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تنفيذ مشروع التحديث المجمع للبنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز والصناعة وتجهيز الأغذية بمصر بمشاركة عدد من الشركات الصناعية الروسية. يستمر الاتفاق 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. قال الوزير إن مذكرة التفاهم تستهدف مساعدة أطراف الاتفاقية على تعزيز وتقوية التعاون المصري الروسي في المجال الصناعي بما يحقق المنفعة المتبادلة للاقتصادين المصري والروسي على حد سواء. لقد شملت أطراف الاتفاق وزارتي الإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية عن مصر وعن الجانب الروسي كلا من وزارة الصناعة والتجارة ومركز التصدير الروسي. عقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات مباحثات مع وفد شركة ساب العالمية للتعاون في مجال التطبيقات الذكية لإدارة الموانئ والسكك الحديدية. انعقدت المباحثات بحضور قيادات وزارة النقل وممثلي الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل وكذلك هيئة السكك الحديدية. واستعرضت الشركة العالمية أحدث الأنظمة الخاصة بالتطبيق الذكي لإدارة الموانئ عبر غرفة ذكية تتابع مؤشرات الميناء وتقارنها بالموانئ الأخرى وكذا بالمؤشرات العالمية. وقال وزير النقل إن الاتجاه لاستخدام التطبيقات الذكية لإدارة الموانئ يسهم في قياس كفاءة الموانئ ورفع طاقتها الاستيعابية. النشرة مستمرة مشاهدينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل. تواصل عملية الاقتراع لليوم الثاني في اللجان النقابية للانتخابات العمالية. المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي تؤكد أن الحديث عن الحماية التجارية يهدد الثقة في التجارة الدولية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قررت 3 فتيات خريجات كلية الفنون الجميلة أن يعدن إحياء فانوس رمضان بشكل عصري يتميز بالألوان المبهجة والورود المنقوشة عليه. مزيد من التفاصيل في التقرير. فانوس رمضان بيمثل لي رمضان، يعني رمضان بالنسبة لي هو الفانوس. فانوس رمضان بالنسبة لي فرحة رمضان، الطفولة، أيامنا زمان أنا وجيراني وصحابي بتوع زمان. يعني فانوس يحمل عبق الماضي وتطور الحاضر في زخرفه وألوانه المبهجة. ذلك هو الشغف الذي دفع كل من نيفرت وهدير ونور خريجات كلية الفنون الجميلة لتصميم فوانيس رمضان بأشكال جديدة وذات لمسة فنية. قررنا أول ما تخرجنا أنه نعمل حاجة نرجع بيها الستايل المصري بتاع زمان، فلقينا ده متوفر قوي في الفانوس ان احنا نرجعه بشكل جديد، نعمله زي نيو لوك. المراحل بتبتدي بداية من احنا ننزل الاول ننقي الفوانيس نفسها، بننقي الاحجام اللي حاسين ان هي دي شكلها حلو، لا ده تمام الناس هتحبه، لا مش عارفة كده. بننقيهم طبعا، الازاز بنفرز الازاز ان هو يبقى دايما سادة والفانوس نفسه يبقى سادة ما عليهوش الوان، عشان ده كله بيطلع علينا ان احنا نقعد نمسح الحاجات دي كلها، فطبعا ده يعني ان احنا نجيبه سادة بيوفر علينا وقت. تاني حاجة بتبتدي عادي بنجيب الفانوس بديله كوش اللون واظبط الدنيا، وبعد ما بينشف ببتدي نرسم عليه وردة وردة. ابرز ما يميز الفوانيس التي تصممها الفتيات الثلاث دقة اختيارهم للفانوس الذي سيتم رسمه، بالاضافة الى الوانه المبهجة والورود التي ينقشونها عليه. اللي بيميز فوانيس عن بقية الفوانيس التانية، انا بحس ان يمكن عشان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ننقي كواليتي فانوس، فانوس بكواليتي يعني حلوه، مش اي فانوس وخلاص بناخده. بننقي احجام معينه، اشكال معينه. بالنسبه للرسم نفسه يعني لما شفنا ناس عاملين زينا احنا حسيت ان احنا وردتنا اللي هو احنا عاملينها
فهي طالعة مننا مش مقلدينها. تسعى الفنانات الثلاث إلى التطوير باستمرار من أشكال الفوانيس التي يقمن بتصميمها وإضفاء لمسات جديدة عليها، كما تحلمن بتصدير منتجاتهن للخارج. بالتالي احنا الثلاثة عندنا هدف مشترك، انه نوصل انه يبقى عندنا جاليري باسم الاتيليه بيطلع كل البرودكت بتاعت الاتيليه، ونكبر بقى يعني نبتدي نصدر، نبتدي الصناعة المصرية دي خلاص احنا مش بس بنتكلم في فكرة ان احنا بقينا منتجين وبقينا بنكفي نفسنا ومش عايزين نستورد، لا احنا عايزين نصدر، نبتدي ندخل ثقافة الفانوس للبلاد اللي عندها فانوس مختلف وللبلاد اللي ما عندهاش فانوس خالص. ناقشت مصر مع الاتحاد الأوروبي أولويات مشروعات وبرامج التعاون للفترة من 2017 وحتى 2020 في إطار الإعداد لبرامج ومشروعات اتفاقية المشاركة بين الجانبين. وقال مستشار وزير التخطيط أحمد كمالي إن مشاركة وزارة التخطيط ضمن الوفد المصري جاءت للتأكد من اتساق البرامج والمشروعات المقدمة ضمن الاتفاقية مع أهداف وأولويات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأوضح أيضا أن عملية اختيار المشروعات اعتمدت في أو على انتقاء ذات الأولوية منها وفقا لمعايير محددة تتفق مع أهداف رؤية مصر 2030. وأكد مستشار وزير التخطيط خلال مشاركته بالمشاورات في بروكسل ضرورة تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا كشرط أساسي من خلال تلك المشروعات. ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنسبة 2% خلال 7 أشهر من موسم 2017-2018. وقال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن قيمة الصادرات من سبتمبر حتى مارس الماضي بلغت $1 مليار. وأشار المجلس إلى أن الكميات المصدرة ارتفعت أيضا خلال 7 أشهر لتبلغ 2.5 مليون طن مقابل 2.2 مليون طن بزيادة بلغت نسبتها 13%. وسجلت صادرات مصر من الموالح 1.117 مليون طن بقيمة بلغت 502 من الملايين دولار مقابل 1.133 مليون طن بقيمة 446 مليون دولار خلال الفترة نفسها من الموسم السابق له. معنا للمزيد على الهاتف المهندس مصطفى النجاري أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. أهلا بيك مهندس مصطفى طبعا إلى هذه النشرة. بداية أهلا وسهلا، 2% كرقم زيادة في الصادرات، كيف تقيمه، كيف تصفه؟ لا الحقيقة احنا كنا بنأمل ان دايما يكون عندنا زيادة في حدود 5% في العائد الدولاري، ولكن الحقيقة اللي واضح من البيان اللي احنا اعلنا عنه ان في انخفاض كبير في اسعار الحاصلات الزراعية في العالم كله. يعني احنا لو شفنا كميات التصدير اللي احنا صدرناها في 7 أشهر فيها 13% زيادة ككم، ولكن كسعر في 2%، وده فعلا بيعبر عن ان في انخفاض كبير في اسعار الحاصلات الزراعيه عامه في كل دول العالم. يعني لنفهم هذا الكلام اكثر، انه انخفاض الاسعار عالميا هو الذي ادى الى هذه الزياده، ام انه يعني كيف نفهم أيوة هذا الكلام؟ يعني كان المفروض الزياده ال 2% دي تصل الى 4 و5%، ولكن انها وصلت 2 فقط لان السعر نفسه بتاع السلعه منخفض عالميا، ودي احنا يمكن بنشوفه لها تاثير حتى على الفلاح المصري داخليا بيشتكي من انخفاض بعض اسعار من الحاصلات الزراعيه اللي موجوده زي الطماطم زي البطاطس زي البرتقال، حاليا منخفض اسعاره زي الموز. فالحقيقه دي بتنعكس على المنتج الزراعي. فالحقيقة احنا دائما بنقول ان التصدير لما بيتحرك بينشط الفلاح قبل ما بينشط الاقتصاد المصري، لا بيبتدي بداية الدايرة اللي بيحصل معها التنشيط هو الفلاح. وده الاساس.
وده الاساس. ولكن ما يهم ان كميه التصدير زادت بنسبه 13%، صحيح كده انا فاهمه؟ صحيح. مصر طيب. الحقيقه عندنا فرص كويسه جدا، والمنظومه اللي اتعملت في المجلس، ودي لابد ان احنا نشير اليها، انها نجحت جزئيا، انها تضم صغار المنتجين مع بعضهم ان هم يشتغلوا في وحدات اكبر. ودي الفرصه الذهبيه اللي هتكون عند مصر في الفتره القادمه، ان يبقى في تعاونيات بتجمع صغار الفلاحين، فهذه التعاونيات تكون شركات وكيانات قويه تقدر تقف قدام التنافسيه العالميه، وتقدر انها تطبق نظم زراعيه افضل، سواء في وفر استهلاك الميه او زياده الانتاج او التحقق من عمليه المبيدات اللي بتستخدم. نعم. هنا حينما نقول حاصلات زراعيه بنتحدث عن ماذا تحديدا مهندس مصطفى؟ النمرة واحد عندنا في مصر كحجما هو الموالح اللي هي بيخش فيها البرتقان والليمون واليوستفندي وكل الاصناف الايزيبيلرز، يليها بعد كده البطاطس، يليها بعد كده البصل، يليها بعد كده العنب والفراولة، وكثير بقى من الخضروات زي الفلفل زي الطماطم زي الحبوب الزيتية، الفاصوليا البيضاء، الفول السوداني. ففي الحقيقة قائمة كبيرة جدا مش هقدر ان انا اقولها، ولكن اكبر ثلاث او اربع اصناف انا بصدرهم هم البرتقال والبطاطس والبصل والعنب والفراولة، هم دول اللي مصر بتعتبر فيها ركيزة. وفي اصناف جديدة الحقيقة برضو محطوطة في الخريطة، ولكن انا بقول مستقبل مصر وقوة مصر بتكمن في القطاع الزراعي لو نجحنا نصل الى تعاونيات تجمع الصغار مع بعضهم، فالمساحات تندمج وتقدري تطبقي نظم زراعية وتحقق لك صادرات وإنتاجية وعائد كويس. يعني بالنسبة للبطاطس، الفراولة، الفلفل أيضا والعنب، مؤخرا كان هناك إشكاليات من ضمن دول أو حظر من ضمن دول وتم رفعه طبعا من قبل هذه الدول، ساعد هذا رفع الحظر هذا على زيادة النسبة المصدرة مهندس مصطفى، ليس كذلك؟ هو بصي حضرتك، احنا زي ما قلت ان احنا في منظومه اتعملت، هذه المنظومه غرضها انك تتحققي من عمليه الانتاج بدءا من المزرعه وصولا الى السوق اللي انا بصدره، لابد يبقى عندي نظام تتبع او تريسابيلتي سيستم، فالمزرعه اللي طلع منها العنب لابد انها تحقق اشتراطات معينه، المورد اللي قام وخد العنب ووداه للمحطة التعبئة في اشتراطات معينة عليه، المحطة نفسها عليها اشتراطات، وهكذا. فأصبح ان كل كرتونة هتتصدر لابد معروفة اتخذت من انهي مزرعة ومين اللي تداولها ومين المحطة اللي عبتها واتشحنت في المركب ولا في الطيارة الفلانية ويوم ايه. فكل ده بيشجع تماما الى اني تحققي قيمة من صادراتك، وما نقعش تاني في النقاط ان ممكن دولة تقولك انت بيجيني من عندك برتقان او بيجيني فراولة فيها بقايا مبيدات. صحيح. المنظومات دي هي عرف سائد في العالم، ان بنتفق مع الاسواق ان عندي سيستم، وهذا السيستم انا قادر على ان انا اطبقه، وبيبقى الشغل بيني وبين كل سوق على هذا السيستم. وده اللي شايفينه، الصين بتطلب تحديد اماكن اللي تاخد منها صادراتها من حقها، بتبعت لجان وتختار الاماكن اللي قادره. فانا بطالب من خلال يعني القناه عند حضرتك، اول حاجه المجلس بيوفر فرص عمل للمهندسين الزراعيين اللي عايزين يشاركوا في هذه المنظومه، وانا بقول انه مش هيبقى موظف، ده في خلال فتره قليله هيكون خبير، لانه هيطلع على بيانات وعلى افكار جديده في الزراعه وفي التصدير مش هتتحقق له لو اشتغل في اي حته ثانيه. نعم. فارجوكم احنا بنطلب دايما وظائف، بنعرض اهو عندنا وظائف، بنفتح افاق كبيره جدا للشباب، عندنا فرص متناميه في القطاع الزراعي في مصر، ونامل باذن الله ان الكل يساهم معانا ويساعدنا في تحقيق ده. اشكرك شكرا جزيلا. مهندس مصطفى النجاري امين وصندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
تتواصل مراحل الانتخابات العمالية بانتخاب أعضاء اللجان النقابية لليوم الثاني، يعقب ذلك إيداع أوراق مجالس إدارة الفائزين خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، ليتم تحديد ممثلي اللجان النقابية في الجمعيات العمومية للنقابة العامة لتشكيل هيئة الناخبين الذين سيختارون مجالس إدارة النقابات العامة. يشرف على الانتخابات لجان مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج. قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن لدى روسيا والسعودية موقفا مشتركا إزاء مستقبل الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة. وأضاف نوفاك خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ أنه يعتقد أن متوسط أسعار النفط ستبلغ ما يزيد على 60 دولارا للبرميل في 2018 وفقا لما ذكرته وكالة الإعلام الروسية. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن مستويات ديون الشركات والديون السيادية تتضمن على مخاطر. جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى اقتصادي أيضا في سان بطرسبرغ بروسيا، وقالت إن حديث الحماية التجارية يهدد الثقة في التجارة الدولية. فتحت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا حول واردات السيارات والشاحنات للنظر إن كانت تلك الواردات تهدد الصناعة المحلية وقدرتها على تطوير تقنيات جديدة. وقال وزير التجارة الأمريكي إن هناك أدلة تشير إلى تضرر الصناعة المحلية وتعهد بإجراء تحقيق شامل وعادل وشفاف. ومن المحتمل أن تنتج عن تلك التحقيقات فرض رسوم جديدة مماثلة لرسوم واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما يتسبب في أضرار بشركات صناعة السيارات خاصة الآسيوية مثل تويوتا ونيسان وهوندا وهيونداي. وقالت اليابان والصين وكوريا الجنوبية أنها ستراقب الموقف، وجاءت نحو ثلث واردات الولايات المتحدة من السيارات العام الماضي من آسيا. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود من بعده لنتابع. مؤشرات البورصة تتراجع جماعيا في ختام آخر جلسات الأسبوع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. شهدت الدقائق الأخيرة من جلسة اليوم في البورصة المصرية هبوطا جماعيا للمؤشرات. للمزيد حول أداء السوق اليوم بنظرة تحليلية بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية. أهلا بك أستاذ محمد. إذا اللون الأحمر عاد من جديد، ربما كان اختفى فقط بالأمس وعاد لظهور مرة أخرى اليوم، كيف تعلق؟ اهلا، بالطبع هناك حاله من التذبذبات الواضحه ما بين القوى الشرائيه والقوى البيعيه في السوق التي تسيطر على تداولات السوق من اول ايام رمضان يوم الخميس الماضي. هناك حاله من التذبذب ما بين ارتفاع كبير في مطلع التداولات وبالتالي ومن ثم انخفاض في نهايتها، او كما حدث في تداولات بالامس انخفاض كبير في بدايه التداولات ومن ثم ارتداد وارتفاع في نهايتها، وبالتالي بيبعث برساله برسائل كثيره الى المتداولين، منها أن الأسواق تحاول أن تحافظ على تلك المستويات السعرية 16600 16700 حتى 16750، انخفاض قيمة التداولات وهو ما يشهد عادة شهر رمضان الكريم من انخفاض قيمة التداولات من عدم وجود أي أخبار ومحفزات كلها تأثير إيجابي قوي على أداء الأسواق. وبالطبع التأثيرات التي تشهد الأسواق المالية الآن أولا انخفاضات الأسواق الناشئة وانخفاضات عملات الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار النفط، وبالتالي هناك حالة من المكونات الأساسية التي تشكل أداء الأسواق المالية في تلك المرحلة وبالطبع أداء السوق المالي المصري. أيضا لا زال المسيطر على القوى الشرائية في السوق خلال الفترة الحالية هو تداولات ومشتريات الأجانب. في نهاية تداولات اليوم وصلت صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية إلى 43 مليون جنيه والأفراد الأجانب إلى 8 مليون جنيه. أيضا هناك لا زال توجه شرائي من المؤسسات المصرية التي المؤسسات العربية التي تحاول أن تحافظ على مراكزها الشرائية بصافي بيقترب من 10 مليون جنيه، إلى أن التوجه البيعي لا زال المسيطر عليه المؤسسات المصرية
منذ مطلع رمضان توجهها البيعي هو التوجه الأساسي والمسيطر على قيامها وعلى الدولة. ماذا عن أحجام التداول اليوم؟ هي في هبوط، ربما أول أمس فقط كان مليار، لكن بقية أيام الشهر الكريم كان في هبوط أدنى من المليار، ماذا عنها اليوم في ختام الأسبوع؟ عادة ما يتسم شهر رمضان بانخفاض واضح في قيم التداولات. تأتي تلك الانخفاضات في قيم التداولات متزامنة مع شهر رمضان من ناحية، ومتزامنة أيضا مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدها الأسواق المالية من ناحية أخرى. هناك حالة من الترقب والحذر والانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات في أسواق النشأة، وبالتالي تلك الحالة من الترقب والانتظار هي التي تسيطر على أداء الأسواق المالية الآن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهو الأهم أيضا من وجهة نظري، الترقب للتغيرات والتطورات التي تحدث على الساحة الاقتصادية المحلية من ناحية، ومن ناحية أخرى هل سيتم اللجوء إلى تحرير أسعار المحروقات خلال الفترة القصيرة القادمة أم مع نهاية السنة المالية. كل تلك المتغيرات أدت إلى ترقب المستثمرين، حذر المستثمرين مدى انعكاس تلك الأخبار على أداء شركاتهم، وبالتالي ترقبهم وانتظارهم للأخبار تلك الأخبار. ولكن أعتقد أن المحفز الأساسي لانخفاض قيمة التداولات هو شهر رمضان الكريم وانخفاض ساعات التداول إلى ما يقترب من 3 ساعات. نعم، ربما كان يوجد عاجل منذ قليل أن سعر برنت بدأ فيه الانخفاض، وصل يعني حسب ما أتذكر ما كان مكتوب أنه 78 دولار وكسور و80 سنت. نعم، وأيضا كان ألكسندر نوفاك وزير النفط أو وزير الطاقة الروسي قال بأنه هذا العام سيشهد أسعار النفط انخفاضا ربما تصل إلى 60 دولار للبرميل. هل برأيك أن كل هذه الأرقام أو هذه الهبوطات في أسعار النفط ستؤثر على البورصة بالإيجاب؟ لأنه بنتذكر أن يوم ما كان في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني وارتفاع أسعار النفط، البورصات انخفضت بشكل كبير، وبالتالي هل سيكون في العكس هو الذي سيحدث الآن؟ بالطبع يجب النظر إلى الانخفاضات التي تشهدها أسواق النفط خلال تداولات منتصف الأسبوع حتى اليوم بعين مهمة، وأيضا حديث السيد وزير الطاقة الروسي. ولكن من ناحية أخرى مورجان ستانلي ومورجان شيز يتوقعون أن ترتفع أسعار النفط خلال 2019-2020 إلى ما يقترب من 90 دولار والمئة دولار، وبالتالي هناك حالة من التنافس والتصارع ما بين المنتجين والمستهلكين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هو الأهم من وجهة نظري انعكاس ارتفاعات أسعار النفط على الهيكل التمويلية للدول من ناحية، وعلى دعومتها لمجتمعاتها وشعوبها من ناحية أخرى، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط يؤثر بالسلب على موازنات الدول وخاصة الدول الناشئة من ناحية، وعلى أيضا معدلات نمو تلك الدول، وبالتالي الأسواق المالية أيضا تترقب وتتوقع تلك التغيرات في أسعار النفط، وبالتالي تتوقع انعكاسها على أداء شركتها، وبالتالي تتوقع انعكاسها على أداء الأسهم، وبالتالي المستثمر الآن يحاول أن يوجد علاقة ما بين أداء شركته وأداء أسعار النفط. الشركات التي تعتمد كاعتماد كلي على الطاقة بالطبع ستتأثر تأثرا سلبيا، أما الشركات التي تعتمد اعتمادا كليا على بيع أسعار منتجاتها النهائية البتروكيماوية والكيماويات والبترولية بأسعار عالمية بالطبع سيكون لها تأثيرات إيجابية، وهما نلاحظه الآن بالرغم من انخفاضات التي تشهدها الأسواق أو سوق المال المصري خلال تداولات هذا الأسبوع، لأن الأسعار الأسهم التي تعتمد على البتروكيماويات والتي تعتمد على تصدير منتجاتها بأسعار الصرف الأجنبية من ناحية وبأسعار عالمية من ناحية أخرى تأثر بالإيجاب وتنعكس تلك التغيرات على أسعار أسهمها في سوق المال. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة المروة للوساطة في الأوراق المالية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. ودائما إلى أسواق المال العربية والتي شهدت صعودا شبه جماعيا لمؤشرات بورصاتها في ختام تعاملات جلسة اليوم. We'll be right back.
قال رئيس الحماية المدنية في مقاطعة هاواي الأمريكية إن الحمم البركانية تتدفق بشكل رئيسي إلى أسفل التلال بعيدا عن محطة الطاقة، هذا بالإضافة إلى أن هناك مخاوف من تسبب الحمم بانفجارات أو تسريب للغاز ما يتسبب في إغلاق بعض المصانع. يأتي هذا بعد وقت قصير من بدء بركان كيلوا إلقاء الحمم البركانية في 3 مايو الماضي، مما أجبر السلطات على إخلاء 2000 شخص حتى أو إجلاء 2000 شخص حتى الآن. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريحات خلال زيارتها الحالية للصين إن بكين وبرلين تؤيدان الاتفاق النووي مع إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه في وقت سابق من الشهر الجاري. جاء ذلك على هامش مشاركة المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ. وبدأت ميركل اليوم زيارة إلى الصين تستمر ليومين، وهي الزيارة 11 لميركل إلى بكين خلال 12 عاما. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 186 مليار يورو، ما يجعل الصين الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا. وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ أن بلاده ترحب بالشركات الألمانية وستحمي استثماراتها بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت إن ألمانيا تدعم الاستثمارات الصينية لديها أيضا. وقال لي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل في قاعة الشعب الكبرى ببكين أن الصين وألمانيا ملتزمتان بالتجارة الحرة العالمية، وشدد على الإمكانيات الضخمة للتعاون بينهما. وأضاف لي أنه على الرغم من وجود مشكلات بين البلدين لكن يمكن تخطيها، مشيرة إلى أن زيادة التعاون ستكون مفيدة لأوروبا والعالم. أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية خفض الصين رسوم الاستيراد على بعض السلع الاستهلاكية مثل الأغذية ومستحضرات التجميل اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وكانت بكين قد قالت إنها ستخفض رسوم الاستيراد على معظم السيارات إلى 15% من 25% اعتبارا من يوليو المقبل، كما ستخفض الرسوم الجمركية على أجزاء السيارات إلى 6% من نحو 10%. صدرت أوامر استدعاء لعدة شركات إنترنت أمريكية على خلفية دعوى قضائية أقامها إليوت برويدي أكبر مؤيدي الرئيس الأمريكي بدعوى تسهيل اختراق قطر لرسائله البريدية وتسريبها لوسائل الإعلام. وتتهم الدعوى قطر بتدبير سرقة وتسريب رسائل إلكترونية لبرويدي انتقاما منه لدعمه الدول العربية الأربعة التي تحارب الإرهاب في موقفها من قطر. يشار إلى أن قطر تشن معركة بملايين الدولارات من أجل زيادة نفوذها في واشنطن لتغيير سياسات إدارة ترامب تجاهها. قرر دويتشي بانك إلغاء أكثر من 7000 وظيفة لخفض التكاليف واستعادة الربحية والحفاظ على حضوره العالمي. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه رئيسه التنفيذي الجديد إلى طمأنة المستثمرين والعملاء. وقال أكبر بنوك ألمانيا إن عدد موظفيه على مستوى العالم سينخفض إلى أقل من 90,000 مع خفض بنسبة 25% لأعداد العاملين بمبيعات وتداول الأسهم في نيويورك ولندن بشكل أساسي. وقال كريستيان سوينغ الذي أصبح رئيسا تنفيذيا للبنك في تعديل مفاجئ للإدارة الشهر الماضي، قال إن دويتشه ملتزم بحضوره العالمي، موضحا تفاصيل خطته الهادفة إلى تقليص وحدة بنك الاستثمار وإعادة التركيز على أوروبا والسوق الألمانية بعد تكبد خسائر لثلاث سنوات متتالية. بالنهاية مشاهدينا الكرام بنذكر بالعناوين. اتفاق مصري روسي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزارة الإسكان تدرس توفير وحدات إيجار بالإسكان الاجتماعي. الملا يبحث مع دانا الإماراتية موقف مشروعاتها في مصر. أشكر لكم طيبة وحسن المتابعة، دائما تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أون لايف إيجيبت وتويتر أون لايف أيضا. ألقاكم يوم الأحد، إلى اللقاء.